فريق الفتح والتسديد وضربة رأسية والهدف، الهدف لفائدة فريق الفتح الرباطي، الهدف لفائدة فريق الفتح الرباطي. ليس غريبا يقول لاعب أكرد، عفوا فعلا أكرد هو الذي سجل الهدف في هذه الأثناء لفائدة فريق الفتح الرياضي، يعني سجل في أكثر من مناسبة اللاعب أكرد، يعني صمد لفريق الفتح الرباطي لتقريبا نصف ساعة بالتمام والكمال قبل أن يجد ثغرة كانت ركنية والضربة رأسية. كان سوء تغطية، سوء تموضوع ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، واللاعب أكرد من إحدى نقاط القوة ديالو هي الضربات الرأسية كيسجل في مرمى الرجاء. إذن 1-0 ونصف ساعة من اللعب في هذه الجولة الأولى، 1-0 للفتح. كرة في الجهة اليمنى للرجاء، يمرر الكرة في الوقت اللي وقف المدافع ديال فريق الرجاء اللاعب زكريا الهاشمي، تسديدة والهدف الثاني، الهدف الثاني لفائدة فريق الفتح، والمسجل اللاعب أحمد جحوح. كانت إصابة خلات اللاعب زكريا الهاشمي يتوقف تماما عن اللعب، واللاعبين ديال فريق الفتح كيواصلوا اللعب شيء طبيعي، واللاعب أحمد جحوح اللاعب السابق ديال فريق الرجاء يسجل الهدف الثاني. إذن هدفان نتابع مرة أخرى، التسديدة اللي كانت مركزة في مرمى الحارس أنس أزنيتي، هدف طريقة رائعة كيسجلوا اللاعب أحمد جحوح. وسيقول البعض أن المدرب وليد الركراكي كان محقا في إدخال أحمد جحوح ليقدم الدليل أنه كيبقى في هذه المباراة. كرة من الجهة اليمنى، لاعب زكريا الهاشمي، فرصة والهدف، هدف للرجاء. قلت يبحث بكل قوة فريق الرجاء عن الهدف الأول، والمسجل ديال الهدف يبقى هو اللاعب محمد بن حليب، الهداف ديال فريق الرجاء لحد الآن، الهدف ديالو الرابع، الهدف الرابع للاعب محمد بن حليب. وتحية للجمهور الرجاوي من اللاعب بن حليب، على ذكر الهدافين ديال البطولة الوطنية لحد الآن، فأنضم لاعب الوداد هو اللي في الصدارة، هو اللاعب الفقيه لاعب الكوكب المراكشي بخمسة ديال الأهداف، اللاعب زيد كروش والشاكير بأربعة أهداف ويلتحق بهما اللاعب بن حليب الآن في المركز الثاني بأربعة أهداف. نتابع مرة أخرى، يعني شوف التوغل ديالو، مجموعة من المراوغات الناجحة ديال اللاعب بن حليب، ويسدد بالرجل اليسرى ويحرز الهدف الأول للرجاء. يمكن نقول أنه هدف جاء في وقت مناسب بالنسبة للرجاء، لأنه كيبقى دائما عصام الراقي. نفذت الكرة والهدف الثاني، الهدف الثاني للرجاء، كان يبحث عن الهدف، الآن كيوصل المبتغى ديالو فريق الرجاء البيضاوي والمسجل محمد الحاج. الرجاء يدرك التعادل في الدقيقة 71، لأنه كان ضغط قوي على المرمى ديال فريق الفتح الرباطي، والدفاع ما يمكنلوش يتحمل الضغط طيلة هذه المباراة. تعادل، هدفان لكل فريق في المباراة لحد الآن. إذن بقات أمامنا تقريبا 20 دقيقة لنشاهدوا مباراة أخرى، نعم أقول مباراة أخرى الآن، لأنه الفتح غادي يبغي يبحث على الفوز، والرجاء هو أيضا سيريد البحث عن الفوز في المباراة، لأنه أصبح الآن كل شيء ممكن في هذه المباراة. 4 ديال الأهداف شيء جميل، تنضاف إلى بقية الأهداف الحصيلة المسجلة لحد الآن، وهي حصيلة يعني لا بأس بها من الأهداف الجولة السابعة، 2 ديال الأهداف في مباراة الوداد والدفاع الحسني الجديدي، 3 في مباراة شباب أطلس خنيفرة حسين أكادير، هدف في مباراة